عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في وصفه من وصفات كويزين عيشه فلاح. قبل ما نبداو الوصفات كنحب نوجه الشكر ديالي بزاف الاخوات اللي دخلوا عندي جداد والاعضاء القدام ما نساوهمش بكم. القناه ديالي كتستمر وكنشكركم على الدعم بزاف. كنشكر اخت فدوه مراتب انها تحت لي فرصه ان البنات يتعرفوا عليا اكثر واكثر من خلال الفيديو اللي حطينا ديال المعسلات. كنتمنى انهم يعجبوكم. كنقول لكم مبروك وعواشركم وان شاء الله غادي نبداو وصفات اخرى جداد ديال المملحات ديال رمضان. اليوم غادي نبدا معكم بواحد الوصفه جديده اللي هي بسيطلات بالكفته والدنجال والسلامي. كنحتاجوا في هذه الوصفه هذه عندي هنايا 150 غرام ديال السلامي ديال البقر اللي قطعته هكا على شكل مربعات هكا صغيره. عندي هنا واحد العلبه ديال الفطر. الا متوفر عندكم الفطر اللي يعني طري ممكن تستعملوه. هنا عندي شويه ديال السودانيه وشويه ديال الملحه. عندي نص كيلو ديال الكفته ديال البقري. عندي هنا واحد ثلاثه ديال الدنجالات اللي خديتهم قشرتهم ودوزتهم في المقله باش ما ياخذوش ليا الوقت بزاف حتى دبالوا وكيكونوا طايبين هكا بحال الزبده. وشحرتهم غير في شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه. في العطريه كنحتاجوا توابل ديال الكفته وهاد الابزار ديال لي 5 بي وعندنا المليحه وشويه ديال السودانيه. عندي هنا واحد الراس ديال البورو تقريبا جهد 100 غرام ديال البورو اللي خديتها قطعتها بحال هكايا وشحرتها. وما نساوش في الاخير واحد العلبه ديال الشعريه مربع. انا استعملت هنا مربع واحد خديته درته في الماء حتى رطب ودوزته في المقله باش يتشحر عندي هاد الشعريه هادي. ندوزو دابا للطريقه. كناخذوا واحد المقله. انا خديت هذه ديال النحاس وغادي ندير فيها دوك لي بوارو وغادي ندير فيها الفطر ديالي بحال هكا ونشحرهم. شحر هذا الفطر هذا اللي خصو يتشحر. كنضيف واحد المعلقه ديال الزبده والزيت وغادي نخليو هذا الفطر ديالنا كيتشحر. غتشوفوا معايا حشوه جداد ولداد ان شاء الله وغادي يعجبوكم ديال رمضان او لا من غير رمضان اللي بغات تخدمهم كوموند او لا اللي بغات تخدم بهم من دارها. يعني راه تبارك الله كلشي متوفر. دابا غادي نضيفوا عليها الدنجال ديالنا غتشوفوا معايا الحشوات كلهم غادي ندير فيهم الخضر. يعني كل هالخضره اللي كاينه غادي نستعملوها والحمد لله راه كيلقاو اقبال وكيجيو ولداد. نتسناو عليها تتشحر ونضيفوا عليها الكفته. بعد ما كتشحر عندي هاد الخضر هذه كامله كنضيف هذيك 500 غرام ديال الكفته. وغادي نبقاو نحركو فيها حتى غادي طيب لينا مع هاد الخضره هادي. فالاثناء هادي عاد غادي نضيف انا العطريه. غنضيف واحد معلقه صغيره ديال التوابل ديال الكفته كتباع جاهزه. غنضيف شويه ديال السودانيه على حسب الذوق وشويه ديال الملحه حتى ديروا حتى تساليو عاد ذوقوا. غادي نضيف هاد الابزار ديال لي 5 بي كيعطينا واحد لمسه خاصه في يعني في خليط ديال البزارات كما كتشوفوا. كاين فيه الاحمر الخضر الكحل الابيض كلهم وكيجيونا بهم المذاقات زوينين. صافي غادي نحركوا هادشي ونتسناو على هادشي حتى كينسجم ونضيفوا الباقي العناصر. هنا من بعد ما طابت عندي الكفته غادي نضيف داك المربع ديال الشعريه كما شفتوا كنغلبوا الخضره على الشعريه. وغادي نضيف داك السلامي من 100 حتى 150 غرام سلامي ديال البقر.
وغادي نحركوا هاد الخضر هذه كامله ونخليو ديك الشعريه كتشرب لقامه. وصحوا الذوق ديالكم بالملحه. هنا راه الوليدات ما غاديش يعرفوا بان فيها الدنجال. الميزه اللي في هاد الحشوات هادو ان فيهم كاع جميع الخضر واللي الوليدات غادي ياكلوهم، كنعرفهم انهم كيبغيو المملحات وما غاديش يحسوا لا بقرعه ولا بدنجال ولا بكروم ولا، يعني الخضر كلها غادي نستعملوها هنايا. صافي غادي نخلي هادشي كيتشرب مزيان، وفي الاخير غادي نضيف المعدنوس هو اخر حاجه. هنا كنضيف واحد يعني واحد الحفنه ديال الربيع. وصحوا الذوق ديالكم. واحد الاسئله كيجوني بزاف على الاثمنه، راني ما نقدرش نقول الاثمنه كلهم، على حسب المناطق خصكم تعرفوا، على حسب المناطق وكل وحده والكليان ديالها وكل وحده وداكشي لي برودوي باش كتخدم. قوموا المسائل ديالكم كاملين وشوفوا القوام ديالكم بشحال طلع، وديك الساعات غادي اما تضربوا في جوج سا ديبون كل وحده وشحال. كاين اللي غتبيع البريوات ديالها ولا بسيطلات اولا اي حاجه غتبيعهم الحبه، وكاين اللي غتبيعهم الكيلو. كاين مناطق اللي كيبيعوا الكيلو، كاين مناطق اللي كيبيعوا بالحبه اولا بهكا لي باركيت كدير فيهم 12 من كل شكل. قوموا المسائل ديالكم كامله وضربوها في جوج اولا ضربوها في ثلاثه وقسموها على عدد الحبات، عدد الحبات اللي خرجوا لكم. وديك الساعات غادي تلقاو لو بري اونيتير ديال البريوا اولا ديال البسيطله اولا ديال على حسب نتوما اشنو غادي ديروا بهم. هنا ضفت الربيع وغادي نخليه الحشوه ديالي تتبرد وغادي نضيف ليها الفروماج. من بعد كنديروا الحشوه ديالنا في واحد الاناء وكنديروا عليها واحد 100 غرام ديال الفروماج بحال هكايا محكوك، ونتسناو على الحشوه ديالنا. انا من الافضل كنبيت الحشوه ديالي كاملين، اللي زربانه راه غتخلي الحشوه ديالها تتبرد وتعمر بها، سواء تعمرهم على شكل سيجار او لا على شكل هكا بريوات او لا على شكل بسيطلات صغار نتوما والشكل اللي بغيتو. ندوزو دابا للحشوه الثانيه. كندوزو دابا باش كنصوبو هاد البسيطلات ديالنا، او تقدروا ديروهم على شكل دي سيجار او لا شكل مثلثات، وكنثبتوا القاعده الطريف ديال الورقه بحال هكا. وكناخذوا لافارس ديالنا اللي درنا ديال الكفته وكنحاولوا نضغطوا وكنعمروا المول ديالنا مزيان، نحيد الجنيبات وكلشي، يعني الطريقه سهله. صافي غادي نقطع هاد الودينات بحال هكا ونسد البسطيله ديالي عادي. كنضغطوا عليها مزيان باش كتاخذ الشكل ديال المول بحال هكا. كناخذ بيض البيض وكندهن ليها الوجه ديالها بحال هكا مزيان، وكناخذ واحد شويه ديال الكنافه اللي استعملت فيها هنا الخضر يابسه وشويه ديال السودانيه ودهنتها بشويه ديال الزيت، وغادي ناخذ شويه وغادي نلصقوا فوق من هاد البسيطلات هكا. وكندخلوا البسيطلات ديالنا كيطيبوا مزيان حتى كيطيبوا، وديك الساعات كنقدموهم بالصحه والراحه. ندوزو للشكل الثاني ديال واحد البريوات اولا سيجار اولا بسيطلات اولا مستطيلات نتوما وكيفاش بغيتوهم. هنا كناخذ مقله كندير فيها شويه ديال الثومه، واحد الحبه ديال البورو، تقدروا تعوضوها بالبصله البيضاء حتى هي كتواتى معها بزاف. غادي نخلي هادشي كيتشحر، هاد البرو هذا غيطيح، وغادي نكون انا مسبقا مشحره خيزو ومشحره الكروم ومشحره القرعه، والدجاج عندي مسلوق كنسلقو في الماء كيكون فيه شويه ديال الملحه وحبيبات ديال الابزار وطريف ديال البرو وطريف ديال هذا ديال الجزر، وكنخلي داك الدجاج ديالي كيتسلق. ديروا الكميه اللي بغيتوا سواء نص كيلو او لا كيلو او لا، على حسب داك الشيء اللي متوفر عندكم. اي بارتي من اي جهه عندكم بغيتوا الدجاج، اما من الفخذ او لا من الصدر اللي بغيتوا.
هادو كيجيو حشوة حتى هما البات عامرين بالخضر. هذه ما غاديش نديرو فيها الشعريه، غادي نضيف هنايا شويه ديال الملحه، وغادي نضيف واحد جوج حبات ديال القرعه، غادي نضيف واحد ربع ديال المكور هكا كيما شفتوها، هو يدار نازل باش ما كياخذوش ليا الوقت بزاف في الطياب. وغادي ناخذ واحد ثلاثه ديال الجزرات بحال هكا حتى هما دابلين في شويه ديال الزيت، وكل حاجه كنشحرها بوحدها باش كل حاجه كتبقى في الطعم ديالها وما كيتخلطوش ليا الالوان يعني مع هذا الليموني، هذا كيبقى كل حاجه بوحدها ملي كنديرهم هكا في المقله. غادي ندير العطريه ديال الدجاج، واحد المعلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، راه دابا كلشي متوفر. وغادي نضيف شويه ديال الليزر، وغادي نشحر هاد الخضر ديالي مزيان. هنا كتشحر عندي الخضر كلها كيما شفتو، كتبقى الالوان ديالها كلها تقدى وحده. كنزيد هنا واحد العطريه ديال الكروفيت، معلقه صغيره ديال العطريه ديال الكروفيت. غادي نضيف الدجاج اللي قلنا سلقنا من قبل طيبناه، انا هنا عندي نص كيلو ديال الدجاج اللي سلقته بالماء والملحه وشويه ديال البزار وحبه ديال الجزر. وغادي نضيف هنا ربعه ديال الكروفيت منقي. هنا كلشي عندي طايب غير الكروفيت اللي غادي غير يتصهد، وكتكون هذه هي الحشوه اخرى. اللي ما لقاتش هاد العطريات هادو راه يمكن لها تكتفي غير ب تكتفي بضامد البنه، اولا ديال الملحه والابزار، اولا شويه ديال الكوري، اولا هاد العطريات كلهم كيتواتاو مع بعضياتهم. هنا تشحر عندي هادشي كله غير تصهد، ها نتوما الكروفيت باقي غير مصهد. غادي نضيف واحد شويه ديال الطحالب البحر، اللي ما عندهاش ماشي يعني ماشي ضروري في الوصفه، وانما كنعرفوا الفوائد ديال الطحالب البحر، تقدروا تعوضوها بالشامبينيون نواغ كيعطينا واحد المذاق زوين لهاد الوصفه هذه. كما شفتوا عندنا بزاف ديال الخضار، وعندنا الدجاج، عندنا الكروفيت، عندنا هاد الطحالب البحر، والعطريه اللي استعملنا عطريه الدجاج والعطريه ديال الكروفيت، شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، وفي الاخير غادي نضيف عليها الفرماج. اولا اللي ما عندهاش الفرماج، هذاك الماء اللي سلقتو فيه الدجاج راه ممكن ديروا فيه شويه ديال البيشاميل، هذاك المرق ديال الدجاج تديروا فيه واحد، كتصفيوه وديروا فيه واحد المعلقه ديال الطحين، وفي الاخير كتزيدوا عليه شويه ديال الكريم كريمه اولا حليب، وكتطلعوها بيشاميل. وبها الا بغيتوا تضيفوا واحد جوج معالق هنا كبار ديال هذيك الصلصه ديال البيشاميل، ضيفوا لها واحد جوج قطع ديال الفرماج، وها هي عندكم حشوه رائعه. كنفرغ الحشوه ديالي في واحد الاناء اخر، وكندير ليه شويه ديال الربيع صبور ومعدنوس، وهنا كنضيف جبن ديال الموتزاريلا وجبن احمر. تقدروا كما قلت لكم تكتفيوا غير بجبن مثلثات، في هذا اللي عندها الاجبان هادو ديرهم كيتواتاو بزاف. وصافي نخلي الحشوه ديالي تتبرد وندوزو باش نطويو هاد المورقات ديالنا. انا غادي ندوز لهاد الشكل هذا ديال الخضار والدجاج، غادي ناخذ الربع ديال الورقه، وبحال دائما غادي نثبت القاعده ديالي مزيان، ورقه اخرى كاع الحاجه اللي كتكون فيها الماء من الاحسن تثبتوها مضوبله باش ما تطلقش لينا الماء واخا هي ناشفه. كما شفتوا في الحشوه ديالي انا كنكثر الخضره بزاف، وكتجي لذيذه فيها بزاف ديال المنافع. وكنعمروا البسيطلات ديالنا، لكم الاختيار، انا تنقولها لكم لكم الاختيار انكم ديروهم هكا مربعين اولا بسيطلات صغيرين اولا قنيطات، او نتوما واللي بغيتوا، هما راه كيجي فيهم كلشي. كنسد
مزيان، كنثبت بشوية ديال الأبيض البيض، وأنا كنثبت هذا وكنعطيها الفورمة ديال المول اللي استعملت. بحال هكا غنستمر حتى نكمل الكمية كلها، ونتلقاو في الأشكال النهائية إن شاء الله بعد ما تشوفوا معايا البلاطو في الجزء الثاني من المملحات اللي غادي نستعملوه في هذا رمضان إن شاء الله.